طبعا هي التسعير على جميع الأنشطة ما عدا السكن الخاص. قانون 20/2016 استثنى من هذه زيادة السكن الخاص. السكن الخاص استل نفس السعر القديم. بلشنا بالشرائح الباجية اللي هو الاستثماري والتجاري والصناعي والزراعي والقطاعات الأخرى، الشاليهات والجواخير والاسطبلات إلى آخره. نعم، لو نتكلم بالتفصيل على القطاع الاستثماري، شنو التغيير اللي حصل؟ طبعا هو السعر القديم كان يحاسب القطاع الاستثماري والقطاع التجاري على 2 فلس للكيلووات و800 فلس للألف جالون. حاليا القطاع التجاري والاستثماري، يعني احنا بلشنا من 22 مايو اللي طاف في القطاع التجاري، نعم، اللي هو من 2 فلس الى 5 فلوس للقطاع التجاري بالكهرباء ودينارين للألف جالون. 22/8 راح نبلش في القطاع الاستثماري. القطاع الاستثماري راح يكون 5 فلوس للكيلووات بالكهرباء ودينارين للألف جالون بالنسبة للماء. شلون راح تأثر هذه التسعيرة على القطاع نفسه؟ ما فيها يعني الزيادة زيادة بسيطة، يعني من 2 فلس إلى 5 فلس. يعني تكلفة سعر الكيلووات على الدولة قاعد يكلف 36 فلس. صحيح. كان ينباع ب2 فلس القطاع التجاري والقطاع الاستثماري، حاليا صار 5 فلس بدل 2 فلس. فالتعرفة زيادة بسيطة. وأيضا يعني أصحاب القطاعات الاستثمارية أو التجارية يقدرون يرشدون في استهلاكهم ويتم نفس السعر، يعني نفس الاستهلاك القديم. يعني الليتات راح تكون موفرة للطاقة، التكييف، الأدوات الكهربائية، يحط الأدوات الكهربائية توفر للطاقة، وإن شاء الله ما راح يتغير عليه أي شيء والزيادة زيادة جدا بسيطة، يعني ما زيادة لا تذكر. احنا بلشنا بالقطاع التجاري من 22/5 والحين الاستثماري 22/8 الاستثماري، 22/11 الحكومي، 22/2 الجاي راح يكون الزراعي والصناعي والقطاعات الاخرى اللي هو الاسطبلات والجواخير والشاليهات الى اخره من هذه.